لذلك انسحاب السيد الحائري يعني أولاً أنا في تقديراتي كان متوقع طبعاً، حتى لا نغلب نظرية المؤامرة. السيد الحائري كان يعني خلال أنا أعلم به قبل نحو عقدين من الزمن كان يمر بوعكات صحية، بمعنى أنه لديه ديابيتس ولديه هابورتيشن، هناك وهم ضعف كان في 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 صحته. لذلك هو نعم هو سبق لعلماء الشيعة وعلماء حتى من جمهور المسلمين سبق لهم أن اعتزلوا الإفتاء والجلوس في دار الإفتاء، نحن نسميه لدى الفقه الشيعي نسميه بالبراني. فبالإمكان أنه يعتزل الناس، يعتزل إصدار الأحكام ويجعل مريديه وأتباعه في حل من أمره وفي حل من هذا التكليف. لكن دعني أذكرك يا لذلك سيدنا، أولا أنا لا أعتقد أنت مجيد بهذه المنطقة وأنا أقرأ لك وأتابعك في هذه الموضوع بطبق الأحكام التي كنت تقول بها للشهيد الصدر قدس الله سره عندما كان حيا، قال الأعلم من بعدي هو السيد الحائري، لذلك اتبعوه. السيد الحائري الآن في فتواه التي قالها أخيرا قبل أن يعتزل أن اذهبوا إلى تقليد السيد الخامنائي، هل أصبحت هنالك فرصة للتيار أن يختار أم أصبح ملزما بما قاله المجتهد كما التزموا بما قاله السيد الشهيد الصدر الله يرحمه؟ يعني أولا لا مشاحة في يعني في الوصف وفي الاصطلاح، يعني التيار وأتباعه سيما زعيمهم الروحة السيد سماحة السيد مقتدى الصدر، يعني هم مخيرون ابتداء في انتقاء ما يرونه مناسبا شريطة أن يتوافق أو أن تكون هذا التوافق مطابقة لفتاوى وأحكام الشهيد الثاني. وأعتقد هناك من العلماء من بقوا على هم يقتفون أثره ويهتدون بهديه ويستنبطون من أحكامه وهم كثر، لعل الشيخ اليعقوبي هو واحد أيضا من الثقات الذين كان التيار في مرحلة ما في حقبة ما قبل أن يؤسس ويمؤسس حزب الفضيلة أيضا كان يعد ثقة، لكن بعد أن أسس وبعد أن انسلخ نوعا ما ابتعد عنه الأخوة ومقلدي السيد الشهيد. لذلك أنا أعتقد أن هناك في حقبة ما كان هناك هوى ونفس وتوجه وميل نحو السيد كمال حيدري، لأنه كمال حيدري قد تكون هناك لديه أفكار رغم يعني حدتها وجرأتها، لكن نوعا ما هناك ميول ورغبة. وهناك من العلماء من علماء الشيعة، طبعا تعلم أنت الفقه الشيعي زاخر بالعلماء، زاخر بالمجتهدين الذين حقيقة منضج لديهم فكرة أنهم يستطيعون استنباط الدليل من النص الشرعي، كما أن النص لا يقبل الاجتهاد وهي من النصوص الجامدة في بعض الأحيان، في بعض الأحيان بالضفة الأخرى تجد من يصدر فتوى، تجد من يصدر حكم، كما كان للمحقق الأردبيلي، كما كان للفيض الكاشاني، كما كان للسيد السيستاني حين في يعني في عام 2014 حينما تعرض البلاد إلى غزو لتنظيم داعش الإرهابي، وحينما أصدر طيب الفتوى الكبرى فتوى الواجب الكفائي انبرأ. سيدنا العزيز أنا أعرف هذا الموضوع نعم. باستفاضة كثيرة، لكنه الآن والنتائج قالت أنه السيد الصدر قريب جدا من السيد السيستاني، وهناك وقائع تقول أن السيد السيستاني عندما طلب من السيد مقتدى أن يعود عاد، وعندما طلب منه أن يصدر بيانا بإيقاف هذه الفتنة كان قد عمل وممكن أن يلتقي السيد السيستاني. ماذا الآن لو تحول السيد الصدر وأتباعه إلى مرجعية السيد السيستاني، خصوصا يشعر أنه يمر بمؤامرة إيرانية من إيران ومن أتباع إيران، هل ستشكل ضربة قوية إلى أتباع إيران في داخل العراق إذا ما ذهب إلى تقليد السيد السيستاني؟ يعني لاحظ استاذ نجم، اولا يعني انا دعني اتكلم على المستوى الشخصي العاطفي، يعني هناك علقه وشيجه تربط سماحه السيد محمد رضا نجل الاكبر للسيد السيستاني بعلاقه وطيده مع زعيم التيار الروحي السيد مقتدى الصدر، وهذه العلقه مبنيه على الاحترام ومبنيه نابعه من هذه البيوتات، من بيوتات المراجع، بيت السماحة الشهيد محمد صادق الصدر قدسة نفس الزكية وبيت السيد السيستاني على الله مقامه. لذلك هذه العلقة أنا في تقديراتي هي
هي واصلة إلى مرحلة الوثاقة والامتثال للنواهي والأوامر التي تصدر بين فينا وأخرى من السيد السيستاني نفسه. لذلك أعتقد أن هناك يعني هناك علاقة دافئة ومرنة بين السيد السيستاني وبين سماحة الزعيم السيد مقتدى الصدر. لذلك ليس فقط هذا، يعني هناك فصائل داخل الإطار هي لا تتبع، هي لا تقول بولاية الفقيه، وهي لا زالت هي تقلد وباقية على تقليد السيد محمد الصادق الصدر، وترجع إلى مراجع أخرى عند المستحدثات التي قد تطرأ يعني مع الحياة المستجدة ومع التطور الضارب بأطنابه بأرجاء المعمورة وتكاليف الحياة وابتلاءات الحياة العبادية والمعاملية على مدار اليوم والساعة. لذلك أعتقد أنه فيما لو أصبح هناك اتفاق، نحن نتكلم هنا في لسنا نتكلم في المسلمات بل بالظنيات، وقد لا تكون هذه الظنيات تحت فيء التطبيق. لذلك أعتقد فيما لو تم يعني رضوخ أو خضوع أو انضواء أو رضا سماحة السيد مقتدى الصدر الزعيم الروحي للتيار إلى آية الله العظمى السيد السيستاني، أعتقد أن الأمور ستسير باتجاه المرونة والتعاطي مع القضايا الحساسة بطريقة دافئة، وأعتقد أن الأتباع سيأخذون أمرهم من زعيمهم الروحي السيد مقتدى الصدر بأنهم عليهم أن يهتدوا وأن ينتهوا لما يصدر من أحكام، سواء كان هذه الأحكام أحكام ظاهرية فقهية واقعية على حد سواء من البيت السيستاني بطريقة متسقة. أستاذ نجم،